صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث نهار الخميس 24 اذار مارس 2022. بس بدنا نرحب بضيفنا باستوديو الامين العام لحزب الكتائب سيرج زاغر. صباح الخير استاذ. صباح الخير ست نانسي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. يعني انا حطيت عنوان على تويتر شو بدهم الكتائب. اذا اليوم بدنا نبلش بالاحداث السياسيه اللي عم بتصير، بالامس صار في خبر واحتفالات من قبل البعض بلبنان بموضوع عودة الخليج إلى لبنان عبر إمكانية وقرب عودة السفيرين تحديدا السعودي والكويتي. شو عدم بدا ترجع الخليج إلى لبنان علما بأنه لم يتغير شيء بالوضع السياسي اللبناني؟ أول شيء بعتقد أي تحسين بوضع علاقات الدولية مع مين ما كان هو تحسين مرحب فيه. يعني بعتقد ما حدا منا عباله لبنان يكون بعزلة أو بجزء من صراعات على صعيد المنطقة أو صراعات الدولية، وأي خطوة بهذا الاتجاه هي خطوة مرحب فيها، خاصة مع دول صديقة للبنان مثل دول الخليج اللي معروف تاريخيا أنه كانت داعمة أساسية للاقتصاد اللبناني للسيادة اللبنانية. فأظن هذه الشغلة كتير منيحة. شو اللي تغير؟ يمكن كمان في تغيير بالاستراتيجي. يعني سمعنا كتير حتى شوي عن إذا بدك دعم أو محاولة هيك إعادة نظر بالاستراتيجي، كان فيها شوية مساعدة فرنسوية. يمكن بمحل لما كل هالناس شافت أنه لبنان كتير أصبح بمحور المقاومة وفي وضع يد كامل من حزب الله على الدولة، من رئيس الجمهورية اللي هو فعليا نحكي مظبوط هو سفير لحزب الله في الخارج مش أكتر من هيك، رئيس عون تعتبره سفير لحزب الخارج، شفناه بالفاتيكان يعني رايح من هون على الفاتيكان تخبرهم أنه حزب الله مقاومة وأنه ما عنده عمل أمني بلبنان وعم بيقدم اعتماد جبران باسيل عند حزب الله وغيره. بس بغض النظر هذا كله بيبقى تفصيل، ولما نشوف أنه صار فيه حطوا إيدهم على البلد على رئيس جمهورية على الحكومة على الأكثرية النيابية، كتار من الناس أجت قالت خي أنا شو بعد بدي بلبنان، أنه خلي خي اللبنانية يا يقرروا ياخدوا قرار سيادة ويحطوا حد لحزب الله، وإذا لبنان ما بده يساعد حاله ليش نحن بدنا نضل نساعده. يمكن هيدا كانت رح توصل إذا بدك لمزيد من العزلة، لمزيد من وضع اليد، لمزيد من سيطرة حزب الله على البلد. ويمكن كتار عم يرجعوا يفكروا أنه لا يمكن لازم نبقى عم ندعم السياديين بلبنان، عم ندعم الدولة اللبنانية، عم ندعم الجيش اللبناني، هل عودة الاقتصاد اللبناني ما ينهار؟ هل هذه العودة أي علاقة؟ البعض يقول الانتخابات جايين حتى ايضا يكونوا مباشره على الارض بموضوع الانتخابات، ومثل ما عم تقولوا انه هن بهمهم يدعموا فريق معين وانتم من ضمن هذا الفريق، فمشان هيك لابد انه يكونوا موجودين على الارض. هلا بعتقد لحديت هلا ما في اي مؤشرات باي نيه لاي حدا بتدخل بالانتخابات. وبعتقد كمان اليوم مع انه ما بحب ابدا الحديث الطائفي، بس بعتقد اليوم انسحاب الرئيس حاليا من الساحه، اذا بدك هالشويه ضياع الموجود بالساحه السنيه، منه واضح انه في دعم عربي او خليجي لفريق معين، بالعكس يعني واضح انه هيدي الساحه لحديت هلا نوعا ما متروكه، يعني ما في شيء بعد واضح فيها. جزء يعني نحن منه يلي هي قوى التغيير بالبلد اصلا منا رابطه مع حدا، هي قوى تغيير لنا رابطه هون ولنا رابطه هون. نحن بالذات اذا بدي اروح بعد اصغر على الكتائب، نحن موقفنا كتير واضح، نحن مع الحياد ومع عدم تدخل اي حدا بالشان السياسي اللبناني كان من هون او من هون. هلا اي حدا دوله مين ما كانت بتحب تدعم الدوله اللبنانيه هذا شيء كثير نحن بننبسط فيه، حدا بيحب يدعم الجيش اللبناني بننبسط فيه، المؤسسات اللبنانيه بننبسط فيه، اي حدا بيحب يساعد الشعب اللبناني. يمكن وشفنا كثير قصص صارت من دعم فرنسي امريكاني سعودي بس بالمباشر لبعض المدارس لبعض المؤسسات الرسميه على ان لا يمر في مزاريب السرقه والهدر والفساد تبع الطغمه الحاكمه، هذا امر مرحب فيه. اما اي تدخل بالسياسه او بتغيير اللعبه الانتخابيه بلبنان نحن ضده من مطرح ما اجد. طيب